حضر معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية حفل افتتاح مبنى سفارة جمهورية الهند الجديد لدى مملكة البحرين، الذي افتتحته معالي السيدة سوشما سوراج وزيرة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، وبحضور سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. وأكد معالي وزير الخارجية أن افتتاح مبنى سفارة جمهورية الهند الجديد في المنامة يعكس عمق علاقات الصداقة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، وما تشهده من تقدم مستمر على المستويات كافة، وحرصها على المضي قدما بتلك العلاقات وفتح مجالات جديدة للتعاون والعمل المشترك بشكل مثمر، وتحقيق تطلعات البلدين والشعبين في المزيد من الرخاء والتنمية. وأعرب معالي وزير الخارجية عن خالص التهنئة لمعالي السيدة سوشما سوراج وأصحاب السعادة دبلوماسيي جمهورية الهند والجالية الهندية في مملكة البحرين لافتتاح مبنى السفارة الجديد في المنامة، متمنيا لجمهورية الهند المزيد من الرقي والازدهار. من جانبها أعربت معالي السيدة سوشما سوراج عن سعادتها بالتواجد في مملكة البحرين وافتتاح مبنى السفارة الهندية الجديد، والذي يجسد الروابط التاريخية والحضارية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند، مؤكدة أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين ودعم الجالية الهندية المتواجدة في مملكة البحرين، معبرة عن تقديرها للثقة المتبادلة والجهود المتواصلة على المستويات من أجل تطوير العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وبما يصب في صالح البلدين الصديقين. وكان سعادة السفير ألوك كومار سينها سفير جمهورية الهند قد رحب بمعالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة ومعالي السيدة سوشما سوراج في مبنى السفارة الجديد، معربا عن شكره وتقديره لدعم معاليه وللجهود المبذولة التي أثمرت افتتاح مبنى السفارة الجديدة، مؤكدا على قوة العلاقات الثنائية الممتدة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند في شتى الأصعدة.